دعاة على أبواب جهنم، وهؤلاء يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، ولكن يدعون إلى غير ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى محبة الصحابة، وهؤلاء يدعون إلى بغض ولعن وسب الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتمسك بسنته، وهؤلاء يقدمون العقل على النقل، وإذا تعارض عندهم شيء من كلام النبي وشيء مما تملي عليه عقوله طرحوا النص أو تأولوا النص وأخذوا بما تمليه عليهم عقولهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التمسك بالكتاب وإلى التمسك بالسنة وإلى الولاء والبراء، وهؤلاء بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فيعادون أهل الإيمان ويوالون أهل الشرك والكفران. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى جهاد الكفار، وهؤلاء يدعون إلى مسالمة الكفار ويطعنون في من يجاهد الكفار، تارة بالتطرف وتارة بالإرهاب وتارة بغير ذلك، فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم.